السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في قناه الموح جيمر. ان شاء الله في الفيديو كما كتشوفوا معايا غادي نمشيو نختاروا المان. جبت لكم اليوم واحد المان ريسيس من الصنع ديال واحد اللي سميتو ماد ستار. هاد الدري هذا كان كيطور هاد الاوريسيس مان اوريسيس منذ 1.26، وكان يعني حتى قبل ما تحطها شركه اوروتراك حطت المان اوريسيس في 1.34. ودابا هاد الدري هذا مصوبه واحترافيه، يعني احسن من هذيك ديال الاوروتراك سيميلاتور، وهادي راه فيها بزاف ديال التعديلات من ناحيه ديك الصورات الداخليه ولا الخارجيه. يعني يمكن لك دير فيها بورت شار، يعني تبدا تشرح الحمولات الثقيله، بغيتي دير فيها بزاف ديال الحوايج كاينين، كلشي يعني كلشي كاين. السواق فيهم بزاف ديال السواق، يعني على برا على يعني كما قلت لكم اكسسوارات داخليه خارجيه، يعني بزاف ديال السواق يمكن تحلق عليها كما بغيتي وتصاوبها وتعدل عليها وبدا دوز بها الحمولات. سواء كنتي يعني كنتي كتلعب شي ديال البورت شارات ولا شي الحمولات يعني الثقيله، ويمكن لك تخدم بها يعني توصل بها الحمولات الثقيله. وان شاء الله غادي نديرو بها شي رحلات، يعني من يعني نقدر نحطوهم في هذا الشهر 11 ان شاء الله ولا اواخر ديال شهر 11، ونديرو شي حمولات ديال هذا وتشوفوا كيفاش يعني التراكتور كيفاش كتحكم في الحمولات وداك الشيء. داك الخير كامل، ونتمنى تعجبكم هذه الحلقه هذه ديال المان ريسيس من تعديل او من تصميم او من يعني هو صوب يعني ازيرو، يعني صوب الساشي ديالو صوب كلشي ازيرو مود ستار. والرابط الاصلي ديال مود ستار يعني ديال ماست ستار يعني نحطو لكم في اسفل الفيديو. انا كنحترم جميع يعني الناس اللي كيصوبوا الموضوع التسكيدات، كاع الروابط ديالهم الاصليه غتلقاهم اسفل الفيديو ان شاء الله مع التعديلات ديالو مع كلشي ديالو. غادي نخليكم مع رحله بسيطه. Thank you.